السلام عليكم أعزائي طلاب وطالبات التعليم الفني، أهلا بكم في حلقة جديدة مخصصة للتعليم الصناعي القائم على منهجية القدرات في برنامج فني ملابس جاهزة. طبعا احنا انتوا عارفين طبعا احنا بنعمل الصف الثالث ان شاء الله، فاحنا شغالين في وحدة التغليف والتعبئة والتكلفة النهائية. طبعا دي وحدة مهمة جدا، لان ده بيعتبر الفينش النهائي خالص للمنتج بتاعي، ان انا ببدأ اخلصه خالص وببدأ اطلعه للسوق بتاعنا. بالنسبه للمخرجات التعلم الخاصه بالوحده بتاعتنا، ان انا اجراءات السلامه والصحه المهنيه في اول مخرج تعلم، مخرج تعلم 2 امر التشغيل، واحنا متعودين عليه وعارفين نستخدم ازاي امر التشغيل ونطلع البنات اللي احنا محتاجينها ازاي من امر التشغيل. ثالث مخرج تعلم اللي هو عمليه التسمين بتاعه، هجيب الثمن بتاع الخامات بتاعتي. طبعا مش هعرف اجيب الثمن غير اما احسب الكميه اللي انا هستخدمها في المنتج اللي انا هطلعه. لما بنجيب الثمن بعد كده بدخل في مخرج تعلم اللي بعد كده، ان انا بجيب اجور العمال وابدا احسبها علشان اجيب التكلفه النهائيه للمنتج بتاعي، وبناء عليه بدخل في مخرج تعلم اللي جاي بعد كده اللي هو هيبقى طلع ازاي نسبه ربح خاصه بتاع بالقطعه بتاعتي، وان انا احسب تكلفه بيع المنتج الواحد. كنا اخدنا في مخرج التعلم التسمين، كنا اخدنا فيه طبعا هو مخرج تعلم كبير وفيه اساسيات كبيره جدا، واحنا من غير ما نعرف المخرج ده او من غير ما نبدا يعني نتعلمه قوي ونعرف المعارف الخاصه بيه، مش هعرف ان انا اجيب اسمن الخامات، لان طبعا مطلوب ان انا شويه معارف، مطلوب ان انا اعرف المردات انواعها واشكالها، احلل المدير من حيث الشكل العام ومن حيث عدد الاجزاء، برضو اعرف من ناحيه الشكل العام اتعرف على المردات المختلفه عندي، اعرف الكسره، اعرف الكالونيه، اعرف الكشكشه، اعرف اضيف ايه بالظبط للمسافه اللي انا عايزاها. المخرج التعلم ده احنا كنا اشتغلنا فيه في الحلقات السابقه وعرفنا انواع المردات وعرفنا ان احنا نحسبها ازاي سواء كان مرد متصل او منفصل، وعرفنا اشكال المردات المختلفه، وعرفنا نحسب الكسره، وحسبنا الكالونهايه، وحسبنا برضو الكشكشه سواء كان القماش خفيف او القماش سميك، التوسيعات بالنسبه لتوسيع الجنب ان احنا بنحط في الموديلات القصيره نسبه التوسيع من 3 ل 5 سنتي، في الموديلات الطويله 10 من 5 ل 10 سنتي. كل ده طبعا انا لازم اكون عارفه كطالب، لان انا لو طلبت منك تحسب لي كميه القماش لازم اكون عارفه انا هزود ايه. هزود ده مرد بسيط يبقى انا هزود له ايه، مرد كالونيه هيبقى انا هزود له ايه. تعالوا كده نشوف معانا بالنسبه لي التمرين بتاعنا الخاص بعمليه التسمينه. عايز اجيب ثمن الاسواب، احنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت كنا حلينا جزء منه، تعالوا نكمله كده. لو انا جيت تاني قريت التمرين هقول ان في طلبة شركة بيوت ازياء الحديثة ومصنع ملابس جاهزة تشغيل 4000 بجامة حريم بكل سبور من قماش منقط عرض 80 سنتي وفقا للتصميم الموضح. نص عرض الصدر بالنسبة للجاكيت 28 سنتي، نص عرض الظهر 25 سنتي، طول الجاكيت 75 سنتي، مقاس الجيب 12 في 14 سنتي، عرض الكم 34 سنتي، طول الكم 62 سنتي، مقاس الكولة 8 في 32 سنتي، البنطلون نص عرض الأمام 30 سنتي، نص عرض الخلف 32 سنتي، زيادة حجر الأمام 6 سنتي، زيادة حجر الخلف 8 سنتي، طول البنطلون 100 سنتي. من الواضح كده بعد ما قريت التمرين أنا لازم أكون أعرف أحلل الموديل قدامي من حيث الشكل العام ومن حيث عدد القطع. لو جيت قلت لك حلل لي الموديل ده من حيث الشكل العام هتقولي إن هو بيجامة بيتي بكول سبور ومرد بسيط وكم ومرد من قدام في زراير وفي عندي بنطلون. طيب بس تاني مفيش حاجة تانية لفتت نظرك، هقول لك ان الحتة دي خلي بالك منها، دي بالنسبة لي قصة كبيرة جدا انا هزودها في عرض القماش في عرض الامام، اللي هي ايه لو نتذكر مع بعض كده، ده اسمه مرد بسيط مع مرد بسيط مع ريفيرا مع كول سبور. ايوه برافو عليكم انا سامعاكم. طب فين القاعده بتاعتي بتاعته؟ هقول ايه، هحط عرض المرد زائد ده العرض المرد كمان مره، يبقى 2 سنتي مرد عرض المرد زائد 2 سنتي كمان مره زائد مسافه الرقبه 7 سنتي زائد 3 سنتي من الكتف. خلي بالي ان انا لو انا مش عارفه مش هبقى عارفه احط ايه بالظبط، فهيطلع طبعا عندي الحساب غلط، فيطلع كميه القماش غلط، وطبعا هتسبب خسائر كتير للمصنع وهبقى يطلع عندي الشغل بتاعي مش مظبوط. ده بالنسبه للامام، بالنسبه للتحليل الموديل من حيث الشكل العام. طب انا لو طلبت تحليل الموديل من حيث عدد الاجزاء فانا هقول ان الامام 2 قطعه
الخلف قطعة واحدة، عندي كم اتنين، عندي كولة قطعة واحدة لان انا هجيب الكولة ببطانتها علشان اوفر في القماش، وعندي كمان في جيب قدامها. طب بالنسبة للبنطلون، البنطلون عندي البنطلون الامام 2 قطع والخلف 2 قطعة. تمام كده، كده انا حللت الموديل زي ما احنا اتعلمنا وقلنا في عملية تحليل الموديل من حيث الشكل العام ومن حيث عدد الاجزاء مهم جدا، لان انا لو مش هعرف احلله واطلع الاجزاء بتاعته واوصف الموديل بتاعي واعرف هو ايه بالظبط، المرد اللي فيه، القصه اللي فيه، الكشكشه اللي فيه، دي كسره ولا كالونهايه ولا بليسيه، ايا كان الموديل اللي قدامي، فانا كده مش هعرف احسب الكميه بتاعتي ومش هتطلع مظبوطه. معنى كده ان الموضوع كله مترتب على بعضه، يعني لازم اكون عرفت حاجه علشان اعرف الحاجه اللي بعدها، ما ينفعش اعرف حاجه من غير ما اكون عرفت الحاجه اللي قبلها. تمام كده. طب تعالوا كده نكمل التمرين. كده احنا بدأنا نفصصه واحدة واحدة. قال لي ان موجود في المخازن، مخازن المصنع 200 توب من هذا القماش، طول التوب 40 متر. يبقى انا عندي ايه في المصنع؟ كام توب؟ 200 توب من القماش ده، طول التوب 40 متر، ثمنه 320 جنيه. طبعا هو موجود عنده في المصنع 200 توب، هو عايز يعرف بقى انا هستخدم قد ايه من الاتواب دي، او انا هستخدم الاتواب دي وهجيب من بره قد ايه، يعني انا هشتري من بره قد ايه علشان اعرف الفلوس اللي انا هدفعها لما اشتري الاتواب من بره. هيلزم لكل بيجامه 4 ازرار، ثمن الزرار الواحد 25 قرش. جميل. واستخدم بقرة خيط لخياطة 10 بيجامات، يعني كل 10 بيجامات هياخدوا بقرة خيط واحدة تمنها 240 قرش. تستهلك 80 سنتي استك للبنطلون، تمن المتر منه كام؟ 150 قرش. طب عايز ايه المطلوب؟ كمية الاسباب التي يقوم المصنع بشرائها حتى يمكن انتاج هذه الكمية، وتمن الخامات اللي هي الخامات الايه؟ المساعدة. طبعا بالنسبة لي الاسواب دي خامة اساسية، بقية الخامات اللي موجودة عندي ديت خامة مساعدة. طبعا سبق ان احنا تعرفنا على الخامات الاساسية والخامات المساعدة في الصف الاول، عرفت ان الخامة الاساسية عندي ايه؟ القماش بكل انواعه وكل اشكاله. الخامة المساعدة ايه؟ الازرار، الخياط، الاستك، بكر الخياطة، التوك، الاكسسوار اللي انا بحطه، لو عندي حزام هشتريه من بره، لا كل دي بالنسبه لي خامات مساعده، ان انا ممكن ان انا استغنى عن حاجه منها، لكن طبعا الخامه الاساسيه اللي انا ما اقدرش استغنى عنها فهي القماش. تعالوا كده نحل مع بعض اهو، زي ما احنا خدنا جزء المره اللي فاتت، ان انا لو جبت حسبت هجيب عرض الصدر اللي هو مدولي 28، هزود عليه زي ما احنا اتفقنا القاعده بتاعت المرد البسيط مع الريفيلا والكلو زبور 2 سنتي، وكمان 2 سنتي، وبعدين كمان ايه 7 سنتي بتوع ايه؟ شطوره، برافو عليكي، سامعه بنوته جميله بتقول 7 سنتي دول بتوع الرقبه، 3 سنتي بتوع الكتف، 1 سنتي ده الايه؟ الخياطه. يبقى انا عندي 28 زائد 2 المرد زائد 2 كمان مره للبرد اللي هيظهر لي بره، زائد 7 سنتي من الرقبه، زائد 3 سنتي من الكتف، زائد 1 سنتي خياطه. ده بالنسبه لي ايه؟ عرض الصدر. عرض الظهر بقى بالنسبه لي ايه؟ عندي الظهر كله قطعه واحده زي ما احنا متفقين. طب قطعه واحده ان انا هعمل ايه؟ ان انا هجيب، طالما قطعه واحده هو مديني نص عرض الخلف، يبقى انا 2 وافتح قوس علشان اجيب القطعه على بعضها، يعني 2 وافتح قوس 25 زائد 1 ب 2، 52 سنتي. طول الجاكيت 75 زائد 1 سنتي خياطه للكتف زائد 2 سنتي تانية الديل، اديني كام سنتي؟ 78 سنتي. كده انا جبت الامام. طب تعالوا نجيب الجيب بقى. عرض الجيب 12 زائد 2 سنتي، ال 12 اللي هو مديها لي 2 سنتي دي بتاعت ايه؟ الخياطه، الخياطه من ناحيتين، يدينا 14 سنتي. طول الجيب 14 زائد 1 زائد 3 سنتي، لان انا عندي الجيب من فوق بيبقى فيه تانية عريضه شويه داخله لجوه بالنسبه للبيجامات، فانا بضيف لها ال 3 سنتي بتاعت الجيب من فوق، دي 18 سنتي. عرض الكم 34 زائد 2 مديني 36 سنتي. طول الكم 62 بتوع ايه؟ دول بتوع الطول، زائد 1 سنتي، 1 سنتي بتاع ايه؟ زي ما اتفقنا 1 سنتي خياطة من فوق، والاتنين سنتي تانية الديل بتاعة الجيب بتاعي، فيديني كده 65 سنتي. عرض الكولا اتفقنا واحنا بنتكلم في الاكوال وبنشرحها، قلنا عرض الكولا ب2 وافتح قوس احط الطول زائد 1، ليه انا عملت كده؟ عشان اجيب الكولا ببطانتها. يبقى انا عندي عرض الكولا كام؟ 2 وافتح قوس الـ8 زائد 1 سنتي يديني 18 سنتي. ده بالنسبه لكده الايه؟ لعرض الكولة. طب طول الكولة ما بحطش حاجه غير 32 الطول اللي هو مديهولي زائد 2 سنتي الخياطه 34 سنتي، ده بالنسبه لطول الكولة. طب انا كده جبت الجاكيت، في حاجه تانية في الجاكيت؟ لا، الجاكيت كان بيتكون عندي من الامام، الخلف، الجيب، الكم،
الكولا تمام وكده تمام. الامام هاجي احطه 2 قطعة، احط الخلف قطعة واحدة على القماش، وبالنسبة للكم احطه مرتين، وبالنسبة للكولا احطها مرة واحدة عشان دي كول اسبور. لو جيت بصيت للرسم التخطيطي عندي اهو، لو هلاقي لو احنا ما نيجي لخطوة الرسم التخطيطي هنلاقيه حاطط لي الجاكيت اهو بالنسبة للخلف، وحاطط لي الامام ادا قطعة وادا قطعة، يعني ده قطعة واحدة وده قطعتين بالنسبة للجاكيت، والكم برضو ادا قطعة وادا قطعة. تعالوا نبص كده بقى على نشوف كده الامام بالنسبة للبنطلون. عرض الامام في البنطلون كان مدينا عرض الامام 30 سنتي، 30 سنتي بتوع عرض الامام اللي هو مديهم لي. طب يا ميس، الـ6 سنتي دولت بتوع ايه؟ الـ6 سنتي دول مسافة الحجر بتاع الامام اللي هو قال عليها في التمرين. يبقى انا الـ30 عرض الامام زائد الـ6 سنتي مسافة الحجر زائد الـ2 سنتي دولت بتوع ايه؟ مسافة الخياطة من ناحيتين. يبقى انا عندي عرض الامام كام؟ 30 اللي هو عرض الامام اللي مدولي في البنطلون، 6 سنتي الحجر بتاعي، مسافة الحجر اللي هو قال لي زوديها زيادة الحجر بتاع حجر الامام، زائد 2 سنتي خياطة من الجهة دي والجهة دي، يطلع الناتج كام؟ 38 سنتي. ده بالنسبة للقطعتين، لان انا عندي الامام كام قطعة؟ قلنا 2 قطع. تعال نروح للخلف كده، عند العرض الخلف 32 زائد 8 سنتي مسافة الحجر بتاعي، لان قال لي حجر الخلف 8 سنتي، زائد 2 سنتي مسافة خياطة يديني 42 سنتي. طبعا ده للقطعتين. تعالوا بقى نشوف طول البنطلون، وخلي بالك لان في فنية في برضو في الطول بتاع البنطلون، لان بما ان انا عندي استك فانا هيبقى في عندي حاجة هزودها لمسافة تانية الاستك. احط طول البنطلون 100 سنتي اللي هو مدهولي، احنا ما جبناهوش من عندنا، هو بيقلل البنطلون طوله 100 سنتي، زائد 2 سنتي تانية الرجل عادي، زائد 5 سنتي تانية الاستك بتاعي، لان انا عندي في البنطلون البيجامة البيتي في عندي استك من فوق بركب فيه الاستك بتاع البنطلون، فانا هستخدم له مسافة 5 سنتي، فبيديني كده الناتج كله 107 سنتي. لو جيت بصيت على الرسم التخطيطي بتاعي، فانا عندي ده الظهر بتاع الجاكيت، الخلف ده عندي، الامام 2 اهو، ده عندي الكم، وده عندي الجيب، وده عندي الكولة، وده عندي البنطلون امام وخلف بالنسبه لي. فانا لما جيت حطيته على القماش هيستخدم عندي ايه؟ لو جيت شفت كده كميه القماش هيستخدم عندي 448 سنتي. يبقى انا كده القماش يعني البيجامه دي تستخدم قد ايه؟ هتستخدم 4 متر و48 سنتي، يعني بقى يقدر ب4 متر ونص للبيجامه كلها. شفتوا احنا جبنا ازاي لما من خلال الرسم التخطيطي احنا كنا بنتكلم عليه ان انا ممكن احسب كميه القماش من خلال الرسم التخطيطي بتاعي. يعني انا دلوقتي ما رسمتش بطرون، ما عملتش حاجه، انا بالعكس انا جيت عملت تقدير كميه القماش من خلال الرسم التخطيطي، ان انا جبت عرض الظهر حطيته وحطيت طول الظهر في القماش. ده بالنسبه لعرض القماش اللي هو 80 سنتي اللي انا المفروض اكون بقدره اللي انا عارفه. ده بالنسبه لي الامام اهو، وبالنسبه لي الخلف على حسب العرض اللي انا عندي 41 والطول عندي 78، يعني ده 41 سنتي، وده طول كام؟ 78 سنتي. برضو بالنسبة للظهر بتاع الخلف بتاع الجاكيت عندي ده كام؟ عندي ده 52 سنتي، والطول كام؟ 78 سنتي. تعالوا كده بصوا كده للبنطلون بتاعي، ده عرض البنطلون وده الطول البنطلون بتاعي. فانا كده انا بالنسبة لي من غير ما ارسم رسم باترون والكلام ده كله، انا بالنسبة لي جبت كمية القماش بتاعتي، جمعت الاطوال دي في الاخر، لان ده بالنسبة لي عرض القماش وده الطول بتاع القماش. فانا عشان اجيب الكمية اللي البيجامة هتستخدمها، فانا جمعت بالنسبة لي الاطوال اللي البيجامة هتاخدها، وببدأ احسبها عندي. يعني انا عندي كده البيجامة هتستخدم قد ايه؟ 448 سنتي بعد ما جمعت الاطوال بتاعتي. من الرسم التخطيطي بقى اللي قدامي ده، طبعا هطلع كمية القماش الكمية المطلوبة كلها. لو تذكر كده في بداية التمرين قال لي ان انا عايز اعمل 4000 بيجامه. طيب انا عندي البيجامه الواحده اصلا هتاخد كام؟ 448 متر. طيب انا مش هعرف اجيب البيجامه الكميه كلها، طبعا عمليه سهله، ما هي صعبه خلاص. اجيب الكميه بتاعه البيجامه الواحده اضربها في الـ4000 بتوعي اللي هو بتوع الكميه كلها، واقسمها على 100. ليه قسمت على 100؟ برافو، عشان احول من السنتي للمتر. يبقى انا عندي الـ4000 بيجامه هيستخدموا قد ايه؟ 17920 متر. يبقى انا كده هعرف اشتري من بره ده. طب هو قال لي ان ايه؟ ان عايزه احول الاول الكميه ده اللي انا بتاعت اللي ان انا هشتري اتواب مش هشتري امتار، يعني انا هروح اشتري من السوق مش هجيب بالمتر، انا هجيب بالتوب زي ما هو قال لي. وقال لي ان موجود عنده في المصنع كام توب؟ قال لي انا عندي 200 توب، شوفي لي انا هشتري كام من بره.
طيب كده تمام قوي. يبقى انا عندي كميه القماش المطلوبه بالاسواب كام؟ هعمل ايه؟ عندي الطول الطوب عندي كام؟ 40. تبقى انا هقسم كميه القماش على طول الطوب، يطلع لي بالنسبه لي كام عدد الاسواب المطلوبه عندي اللي انا هطلع ان انا هشتريها للكميه كلها. هشتري قد ايه؟ 448 طوب. يبقى انا هجيب لي ال 4000 بيجامه المفروض مطلوب كام؟ 448. طب بس قال لي ايه، ما تنسيش ان انا كنت قايل لك ان انا عندي في المصنع جوه في المخزن بتاعي عندي 200 توب، وانا عايزك تعرفي انا هشتري قد ايه من بره للاتواب دي، هجيب قد ايه من الاتواب دي. طيب يبقى انا هعمل ايه؟ يبقى انا هشيل ال 200 توب اللي هو اللي هو موجودين عنده من 448 توب الموجودين عنده، يطلع لي هشتري قد ايه بقى من بره؟ 248 توب. يبقى انت يبقى كده تمام. يبقى انا عرفت ان انا الاتواب اللي عندك قد ايه؟ 200، وانا هجيب الكميه كلها كام؟ 448 طوب. يبقى انا كده هشتري كام من بره؟ يبقى انت المصنع المفروض انه يشتري كام من بره؟ هيشتري 248 طوب. طبعا ده كان المطلوب. لو انا رجعت كده تاني كده للمساله، كان المطلوب ايه؟ قال لي ان في عندي اهو كميه الاسواب التي يقوم المصنع بشرائها حتى يمكنه انتاج هذه الكميه. عايز الكميه، عايز كميه الاتواب اللي المصنع هيكون بشراء، لانه كان قايل لي فوق ايه؟ قال لي ان يوجد بالمخزن المصنع 200 توب من هذا القماش. يعني القماش اللي انا هعمل منه البيجامه دي موجود منه كام توب؟ موجود معايا عندي في المصنع 200 توب. طب انت عاوز ايه؟ قال لي انا عايز اعرف لو انا عندي طول التوب ده 40 متر والتمن بتاعه 320 متر، هو عايز كميه الاتواب اللي هو هيطلع يشتريها من بره المصنع. يعني احسبي لي الاتواب كلها على بعضها وبعد كده عرفيني انا هشتري قد ايه من بره. نرجع تاني كده، تعالوا بصوا معايا تاني كده اهو. كميه القماش المطلوبه زي ما احنا جبنا الكميه كلها، جبنا للبيجامه الواحده اللي هي 448، جبتها من ايه؟ من خلال ايه؟ من خلال الرسم التخطيطي اللي قدامي. جيت بعد كده جبت الكميه بتاعه القماش ديت، لان انا عايزه اجيب الاتواب، عشان احسب الاتواب فانا بجيب كميه القماش على طول الطوب. ده القانون عندي اصلا، يبقى عندي كميه القماش اللي طلعت معايا بقسمها على طول الطوب اللي هو قايل عليه. طبعا الاتواب بتختلف من ايه؟ من مصنع لمصنع، وبيختلف من توب لتوب. مش شرط يكون الاتواب كلها 40 متر، يعني ممكن نلاقي 30، ممكن نلاقي 50، على حسب القماش بتاعي. يبقى انا هنا قسمت كميه القماش على طول التوب بتاعي، يطلع لي عدد الاتواب اللي انا بعد كده ال 200 توب الموجودين عندي من الكميه كلها اللي هي 488 توب، يطلع لي 248 توب. يعني انت هتشتري من بره كام توب؟ 248 توب. كده تمام، كده انا عرفت الاتواب. طب تعالوا نجيب بقى الخامات المساعده اللي احنا اتفقنا ان انا بحسبها برضو. لازم اجيب كميات الخامات المساعده بتاعتي علشان اجيب التمن بتاعها، ولو ما عرفتش احسب الكميه فانا مختلفه مش هعرف اجيب التمن. تعالوا نبص كده، هو قال ان البيجامه الواحده هتاخد 4 زراير، صح كده؟ يعني كل بيجامه هتاخد 4 زراير. طب انا بقى كميه الزراير كام؟ طيب انا عندي كام بيجامه؟ 4000. يبقى انا اضرب ال 4000 في الاربعه يطلع لي كام زرار؟ 16000 زرار. يبقى انا هستخدم قد ايه؟ 16000 زرار ل 4000 بيجامه اللي عندي. كده انا جبت الكميه اهو، كان قايل لي ان الزرار الواحد ب 25 قرش. يبقى انا كده ماشي، يبقى انا لما اجي اجيبك بقى هعرف كده ايه، يبقى الدنيا سهله بالنسبه لي ان انا عرفت جبت الكميه. كميه الخيط قال لي ان انا كل 10 بيجامات هيستخدموا بكره خيط واحده. كل 10 بيجامات هيستخدموا كام بكرة خيط؟ بكرة واحدة. طب انا هستخدم كام بيجامة؟ 4000. يعني انا ممكن اقسم ال 14 على 10 هيطلع لي كام؟ 400 بكرة. يعني الكمية ال 4000 بيجامة اللي انا عايزة اطلع تكلفتهم هيستخدموا قد ايه؟ 400 بكرة. جبت الكلام ده منين؟ لانه قال لي ان ال 10 بيجامات بياخدوا بكرة خيط واحدة، وانا عندي كام بيجامة؟ 4000. يبقى ال 4000 على 10 فيها ال 400 بكرة خيط. كمية الاستيك قال ان البيجامة الواحدة هتستخدم 80 سنتي من الاستيك، يعني كل بيجامة في كل بنطلون هياخد 80 سنتي من الاستيك. طب ده سنتي ما ننساش، يبقى انا لازم احول ايه؟ يبقى انا اضرب الاربعة في التمانين اللي هو الكمية اللي انا هستخدمها في على اقسم على الكام؟ على المية. ليه قسمت على المية؟ برافو، عشان احول من ايه؟ من السنتي للمتر. يبقى انا عندي كمية الاستيك اللي هتطلع طلعت عندي 4000 في التمانين سنتي على المية، علشان احول من السنتي للمتر يطلع لي 3200 متر. ده كده بالنسبة للكميات. انا جبت الكميات يبقى انا كده تمام، طالما جبت الكميات صح والاسس الفنية اللي هي متبعة اصلا، واحنا كده تمام
بالنسبه لكميه القماش، بالنسبه لكميه الزراير، بالنسبه للخيط للاستك، فانا ان شاء الله هجيب الاتمام صح. طب انا اول حاجه عندي ثمن القماش، هو قال لي ايه لو نرجع كده لثمن القماش؟ قال لي خلي بالك ان احنا ثمن القماش الطوب الواحد ب 320 جنيه. طب نتذكر كده احنا كنا هنجيب كام توب؟ 448 توب. انا هجيب 448 توب، مش احنا متفقين؟ يبقى ال 4000 بيجامه هيستخدموا قد ايه؟ 448 توب. طب ال 448 توب دول نضربهم في الثمن بتاعهم في الطوب الواحد، يطلع لي الثمن بتاع الاتواب كلها. يبقى انا ثمن القماش عندي كام؟ 448 اللي هو التوب، في ثمن الطوب الواحد 420، يطلع لي المبلغ بتاع ثمن القماش. ثمن الزراير انا قال لي ان الزراير ب 25 قرش، فاكرين في مقرنا التمرين؟ طب تمام. طب انا هستخدم كام زرار فوق اهو؟ يبقى انا هضرب ده في الثمن على 100 علشان احول من القرش للجنيه. ثمن الخيط عند الخيط كام واحده؟ 400 بكره، ادي 400 اضربها في كام؟ في 240 على 100. إن انا هستخدم كام بكره خيط؟ المفروض ان انا 400 في البقره الواحده ب 240 قرش، هستخدم 400 بكره، البقره الواحده 8 240 قرش، واقسم على 100 علشان احول من القرش للجنيه، يطلع لي 960 جنيه. ثمن الاستك احنا هنستخدم قد ايه متر استك؟ كميه الاستك اهي 3200 متر. طيب هو قال لي ثمن المتر كام؟ جنيه ونص، جنيه و50 قرش. يبقى انا عندي هضرب الكميه في 150 واقسم على 100 عشان ايه؟ احول من القرش للجنيه، يطلع الثمن بتاع الاستك. طب اعمل ايه بعد كده؟ هجمع ثمن القماش مع ثمن الزراير مع ثمن الخيط مع ثمن الاستك كلهم، يبقى اتسمى عندي جمله اتمان الخامات. جمله اتمان الخامات ايه؟ هجمع ثمن القماش مع ثمن الزراير مع ثمن الخيط مع ثمن الاستك، يطلع لي التكلفه الجمله بتاعت الاتمام بتاعتي. يبقى احنا كده في التمرين ده انا كده بدات افهم يعني ايه اسمن الخامات الاساسيه بتاعتي. يبقى انا دلوقتي عشان اوصل للمخرج ده او بالنسبه أو اوصل للنتيجه بتاعتي دي، فانا كان مطلوب مني ايه بقى من البدايه؟ ان انا اكون عرفت الاسس الفنيه، عرفت ان ده مرد بسيط مع الفيرا وكولوسبور، صح كده؟ مش انا لو ما عرفتش ان ده مرد بسيط مع الفيرا وكولوسبور، فمش هعرف القاعده بتاعته ايه، فما كنتش هزود ال 14 سنتي بتوع المرد وال 2 سنتي بتوع البطانه وال 7 سنتي بتوع الرقبه و 3 سنتي من الكتف. انا لو حسبته مرد بسيط عادي فكنت هزود 6 سنتي. فنشوف كده الفرق قد ايه؟ 8 سنتي فرق. فكده ده طبعا انا لو ما نفذتش القاعده زي ما هي مظبوطه او زي ما هي القاعده الصح او المتبعه في الاسس الفنيه بتاعتي، فانا كده طبعا هكون كميه القماش بالنسبه لي مش صح خالص وغلط، وبناء عليها هجيب الكميه غلط والثمن طبعا هيكون غلط. يبقى انا عشان اوصل للتصميم جيت كده جبت كام؟ عرفت التصميم شكله ايه، عرفت ايه التحليل بتاعه من حيث الشكل العام من حيث عدد الاجزاء، وبرده من الاخر جبت الكميات بتاعت الخامه الاساسيه وجبت الخامات المساعده. وبعد ما جبت الكميات ده عرفت اجيب الاسمان بناء على الكميه اللي انا جبتها. ده بالنسبه للتمرين بتاعنا بتاع البيجامه. التمرين كان سهل وما فيهوش اي حاجه. تعالوا نتعرف على تمرين 2، تعالوا نقراه كده مع بعض. رست مناقصه لعمل 250 فستان للسيدات كالتصميم الموضح قدامي. ده التصميم قدامي اهو، طبعا هو فستان عادي خالص بس طبعا في توسعات من تحت، احنا نخلي بالنا مسافه التوسعات في الجنب وفي الايه وفي القصه. تم التشغيل طبقا للمواصفات الاتيه: الفستان بقصه برنسس من الامام وتوسيع من الجناب وديكولتيه مربع وخياطه في خط نصف الخلف بسوسته. تمام. من خلال الكلام ده اهو انا كده ببدا افهم الموديل رايح فين وجاي منين. يبقى انا عندي ايه؟ الفستان ده بقصه برنسس، القصه البرنسس اللي هي بتيجي من نص الباط كده وجايه من تحت او من عند نص الكتف لحد تحت. القصه البرنسس دي بتقوم جايه فصلاه للامام لقصه جانبيه وقصه وسطى، لانها يعني بتبقى فصلاه للجزء ده كده، ادي قطعه اهيت وادي قطعه وادي قطعه كمان في الناحيه الثانيه. تعالي نقرا كده المقاسات: عرض القصه الجانبيه 12 سنتي، عرض القصه الوسطى 28 سنتي، نص عرض الخلف 23 سنتي، مسافه التوسيع لكل من القصه والجناب وخط نصف الخلف 5 سنتي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا هزود للقصه بتاعتي دي 5 سنتي من هنا و5 سنتي من هنا و5 سنتي من هنا و5 سنتي من هنا و5 سنتي في الجنب
و5 سم في خط الجنب التاني. طول الفستان 115 سم، عرض الكم 36 سم، طول الكم 40 سم. خلي بالي بقى من نقطة مهمة جدا اللي هي مسافة التوسيع دي عشان ما انساهاش، لان انا لو ما حسبتش مسافة التوسيع صح فهطلع كمية القماش برضو غلط. كمل معايا التمرين. بيقول لي ايه بقى كمان، ان الخامات الفستان منفذ من قماش فاسكوز منقوش عرض 110 سم، تمن المتر 25 جنيه، يلزم لكل 2 فستان بكرة خيط تمن البكرة 120 قرش، يلزم لكل فستان سوستة تمنها 178 قرش. طب المطلوب ايه؟ رسم تخطيطي يوضح اجزاء التصميم بعد اضافة الزيادات الفنية للخياطة وجملة اسمان الخامات. تمام. طيب انا اول مطلوب بقى، اول خطوة مطلوبة مني علشان ابدأ احل التمرين ده، المفروض ان انا هعمل ايه؟ هحلل الموديل زي ما احنا اتعلمنا. اتحلل الموديل من حيث ايه؟ من حيث عدد الاجزاء. طب هو قال لي ان في عندي قصة جانبية وفي عندي قصة وسطى، ليه موجود؟ لان انا عندي قصة برنسس، قلنا القصة البرنسس بتيجي من نص الباط او من نص الكتف من فوق، فبوجود القصة البرنسس فبتفصل للامام لقصة جانبية، 2 قصة جانبية وواحدة قصة وسطى. يبقى انا عندي كده الامام كام قطعة؟ هقول بقى قصة جانبية 1 قطعة، قصة جانبية 2 قطعة، قصة وسطى 1 قطعة. يبقى انا كده عندي الامام كام قطعة؟ القصة الوسطى 1 قطعة لانها جاية اللي في النص، وقصة جانبية كام قطعة؟ 2 قطعة. طب هو قال لي ان في الخلف في سوستة، يبقى انا عندي كده الخلف كام قطعة؟ 2، لان انا عندي السوستة هتفصل لي الخلف من ورا فتخلي لي الخلف قطعتين 2. يبقى انا عندي كده الامام 3 قطع، بما ان في عندي قصتين جانب، 2 قصة جانبية وقصة وسطى، وفي عندي الخلف كام قطعة؟ 2 قطعة. طب والكم؟ عرض 2 كم عادي، مفيش اي حاجة تاني في الموديل؟ لا مفيش اي حاجة تاني في الموديل. طب تعالوا نحل بقى مع بعض، تعالوا بقى نروح للحل بتاعنا. بالنسبه عندي اول حاجه هجيب القصه الوسطى بالنسبه للامام، ان احنا بدانا نحلها قلنا ان انا عندي قصه وسطى قطعه واحده. طب هو قال لي ان القصه الوسطى كام قطعه؟ قد ايه المسافه بتاعتها؟ قال لي 28 سم. طيب 28 سم، ال2 سم دول بتوع ايه؟ مسافه الخياطه اللي هتبقى الناحيه دي والناحيه دي، مش هي جايه في الوسط، يبقى انا هشبكها مع الجنب ب1 سم، والجنب والقصه الجانبيه اقصد مع القصة الجانبية 1 سم، ومع القصة الجانبية التانية كمان 1 سم لأن هي جاية في الوسط. طب ايه ال10 سم دي بقى؟ ال10 سم دي قال لي خلي بالك ان انت هتزودي مسافة القصة، من مسافة التوسيع للقصة 5 سم من كل جنب بالنسبة للقصات وبالنسبة لخط الجنب. يعني ال10 دي هيتاخد 1 سم من الناحية دي اللي انا المسافة اللي انا الخط اللي انا هشبكه مع خط القصة الجانبية، و5 سم للخط التاني. يبقى عندي الناتج كام؟ 40 سم. 28 سم زائد 2 سم مسافة خياطة زائد 10 سم توسيع القصة بتاعتي. عرض القصة الجانبية بقى المفروض ان هي 12 سم العرض. طب انا هزود ايه؟ مسافة خياطة 2 سم لخط الجنب، 1 سم للقصة الوسطى اللي هتتشبك بيها. طب وال10 سم برافو اللي هي 5 سم لمسافة التوسيع من الناحية دي، و5 سم لمسافة التوسيع بتاع الجنب. يعني 5 ناحية خط الجنب ناحية و5 ناحية القصة الوسطى، يطلع لي الناتج كام؟ 24 سم. بس خلي بالك ان ده هيبقى 2 قطعة، لان انا عندي احنا واحنا بنحلل الموديل قلنا ان القصة الجانبية كام قطعة؟ 2 قطعة. تعالوا نروح عرض الخلف، قلنا عرض الخلف كام؟ عند الخلف كام؟ 2 قطعة، فاكرين؟ لان احنا قلنا ان في ايه؟ سوستة بتقفل من ورا فهتفصل القطعة القطعتين. طب الخلف كام؟ 23 سم. تمام. عندي كام دي مسافة خياطة؟ 2 سم زائد 5 سم لتوسيع الجناب، لتوسيع الجنب، و5 سم للقصة اللي هي المفروض ان هي هتكون في السوستة بتاعتي. يبقى 5 و5 يطلع لي 35. مطلوب كام قطعة؟ 2 قطعة. طول الفستان 115 زائد 1 سم خط خياطة اللي فوق اللي في قلب الكتف زائد 2 سم التانية، يطلع لي 118 سم. عرض الكم 36 زائد 2 سم خياطة من ناحيتين يديني 38 سم. طول الكم 40 اللي هو مديهولي زائد 1 سم مسافة خياطة زائد 2 سم مسافة التانية من تحت، يطلع لي 43 سم. طب انا بعد ما عملت كده اعمل ايه؟ اروح اعمل الرسم التخطيطي زي ما احنا اتفقنا عشان اجيب كمية القماش. طب الرسم التخطيطي عندي ايه؟ عندي اهو حطيلي قصة جانبية، حطيلي القصة الوسطى، حطيلي هنا بالنسبة لي الكم 2 كم، وبالنسبة لي ده الخلف. كده انا بالنسبة لي اللي هنا الطول ده كله كام؟ هاجي اجمع بقى الاطوال، 118 في 2 سم، لان انا استخدمت 118
لطول الفستان في القصة الجانبية مرة، وكمان القصة الوسطى مرة، يعني هاخد اجمع الطول ده مع الطول ده، يديني كام في الاخر؟ الطول ده مع الطول ده هيدوني 236 سنتي. يبقى انا جبت كمية القماش منين؟ من خلال الرسم التخطيطي اللي عندي، انا جمعت الاطوال اللي موجودة عندي ديت، فطلعت لي عندي كام؟ 236 سنتي. يبقى طب انا عندي الطلبية كام؟ احنا قلنا احنا عايزين كام؟ 250 قطعة، يعني 250 فستان. طيب بما ان الفستان الواحد هيستخدم 236 سنتي، طب انت جبته منين 236 سنتي؟ ده من الرسم التخطيطي، مش عايزين ننسى بقى، يعني من خلال الرسم التخطيطي اللي انا عملته اتضح عندي ان انا الفستان الواحد هياخد كام سنتي؟ 236 سنتي. طب الخطوة اللي بعد كده، برافو، هعمل ايه؟ هجيب الكمية بقى، الكمية كلها للفساتين كلها. انا عندي كام فستان؟ 250 فستان، يعني استخدم 240 سنتي كده تقريبا. يعني شفت احنا شاطرين ازاي؟ يعني انا ممكن اجيب كمية القماش من غير ما ارسم رسم بطرون، ومن غير ما اعمل، وفي ثواني كده الدنيا تمام، واروح اشتري القماش عادي وانا صح ان شاء الله. طب انا طالما عرفت ان انا عندي كمية قماش للفستان الواحد بتستخدم 236 سنتي، وانا عندي الطلبية كلها 250 سنتي، يبقى انا اعمل ايه؟ اضرب ده في ده، بس ما انساش اقسم على كام؟ على 100، علشان احول من السنتي للمتر زي ما احنا شايفين قدامنا كده. اهو 236 في 250 اقسمها على كام؟ على 100، يطلع لي كام بقى؟ 590 متر. يعني الطلبية كلها ال 250 فستان هيستخدموا قد ايه؟ 590 متر. يبقى انا كده خلاص زي ما احنا اتعودنا هنجيب الخامات المساعدة بتاعتي. خلاص كمية الخيط عندي 250، هضربها طبعا هقسمها على الفستانين الاتنين، لان قال لي كل فستانين هيستخدموا بكرة خيط، فيطلع لي كمية البكر وكمية السوست. الاسمان هقوم جاية ضربة كمية القماش اللي عندي في الثمن بتاعي، يطلع لي الكمية كلها. ثمن الخيط برضو الكمية اللي طلعت هي في ثمن البكرة الواحدة اللي هي 120 قرش، ثمن السوست بنفس الطريقة. وبعد كده اجمع جملة الاسمان بتاعتي، يبقى انا كده جبت الخامات المساعدة الكمية بتاعت الخامات، الثمن بتاع الخامات المساعدة. يبقى انا كده من خلال التمرينين الاتنين كان لازم طبعا اتعرف على كمية القماش وكمية الخامات المساعدة علشان منهم اجيب الاتمام بتاعتي. كده انا جبت اسمان الخامات الاساسية في التمرين ده، واسمان الخامات المساعدة في التمرين اللي عدى والتمرين ده كمان. كده يبقى احنا خلصنا كده مخرج تعلم رقم 4 اللي هو تسمين الخامات، وطلع الثمن بتاعها طبعا بعد ما اكون جبت كمية الخامات بتاعتي، واكون طبعا على حسب الفنيات بتاعتي وحسب الارشادات والايه والحاجات الفنية اللي انا بتبعها وانا بجاية اضيف مسافة الخياطة بتاعتي. شكرا لكم، واتمنى ان شاء الله التوفيق في كل اللي جاي باذن الله، وان شاء الله تابعونا في الحلقات القادمة في وحدة التعبئة والتغليف والتكلفة النهائية. شكرا لكم.